طبعاً نحن اليوم نشكركم على هذه الزيارة وخاصة زيارة شركة إندكس، ونتمنى لهم إن شاء الله التطوير الكبير، ونتمنى بالنسبة للمخيم نحن نشكرهم على هذه الزيارة، وكذلك نشكركم على هذه الزيارة اللي أفرحتمونا فيها، وكذلك نشكر طبعاً القائمين على هذه الزيارة، ونتمنى إن شاء الله لكم زيارات كثيرة على أساس أن نحن نتمنى أن هذه الزيارات تكون متواصلة على أساس أن تكون بيننا وبينكم تواصل، وخاصة بين التواصل بيننا وبين الإعلام بشكل خاص إن شاء الله.